الثورة وكذا كان صعيب باش تغني، كان ممنوع خاطر الحكومة تعرف خطورة الراب. الراب تخلق يعني ثوري، تخلق مونجازي. كان صعيب، ما فماش برشا استديوهات في تونس، حتى كان فما استديو يعني مش يعني في متناول الجميع. ممكن احنا يعني تساعدت لنا خاطر مجموعة يعني من أصحاب عملنا استديو مع بعض، فهمت يعني هكا باش سهلت المأمورين المأمورية علينا باش كملنا المشوار تاعنا. أما الراب يعني قبل في تونس كان ممنوع، ما كناش نعملوا حفلات، ما كناش نهبطوا سيدي في السوق. نحى الرئيس بن علي جاو في عوض يعني عباد أخرى ركبوا على الثورة التونسية كما باجي قايد السبسي يعني من العصر نتاع الديناصورات. ورئيس آخر يعني رئيس حكومة المقفى عباد يعني مش قاعدين يخدموا في مصالح الشعب، قاعدين يستغلوا في ثورتنا لمصالحهم الخاصة. يعني توصف لهم ما تبدل شيء في تونس، الوجوه تبدلت ونفس السيستم نتاع بن علي. واحد من الناس يعني عندي من بعد الثورة وأنا اليوم هذا وأنا مازلت خرج في أغاني على الحكومة الوقت، لدرجة أنه مدة ثلاثة جموع تالي يعني بعثوا فيها برخية برخية نتاع تهدئة. يعني قالوا لي اسكت ما تعرفش الساعة النار. قدر عملت أغنية اسمها دوزيام ريفولوسيون.